قدم نفسي دكتور صبيح محمد متخصص في أمراض أنف والأذن والحنجرة. مجموعة أطباء اختصاص الأنف والأذن والحنجرة لإجراء بعض فحوصات طبية في الاختصاص وكذلك إجراء عمليات جراحية إن شاء الله. المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من مطار ولاية المنيعة وصول الوفد الطبي من الجزائر العاصمة المتخصص في جراحات الأنف والأذن والحنجرة معنا السيد. أول كلمة للسيد بنتاسة بالخير عضو في جمعية الشفاء التي استقبلت هذا الوفد الطبي. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نرحب بالوفد الطبي اللي شرفنا اليوم بالوصول إلى المنيعة جزاهم الله عنا كل خير إن شاء الله. في إطار الجمعية نشاط الجمعية اليوم استضفنا مجموعة أطباء اختصاص الأنف والأذن والحنجرة لإجراء بعض فحوصات طبية في الاختصاص وكذلك إجراء عمليات جراحية إن شاء الله على مستوى مستشفى العقيد شقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قدم نفسي الدكتور صبيح محمد متخصص أمراض الأنف والأذن والحنجرة. يسعدنا نكونوا هنا مع أحبابنا وناسنا أهل المنيعة. قافلة هذه راهي إجراء فحوصات وعمليات فيما يخص أمراض الأنف والأذن والحنجرة وإن شاء الله ربي يوفقنا ونقدموا إن شاء الله واش نقدروا إضافة للناس تاع المنيعة ونساعدوهم إضافة. برك حابين يعني بلا ما ننسى ونترحموا على روح أخونا وصديقنا الشيخ بن حود ربي يرحمه إن شاء الله ويرحم جميع المسلمين إن شاء الله. بارك الله فيك.